مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في الأمسية في البلاد اليوم للحديث حول موضوعين اثنين. الموضوع الأول بطبيعة الحال في الجزء الأول من البلاد اليوم راح يتعلق بالأضاحي، الخرفان، عيد الأضحى المبارك اللي بدأت يعني الجزائريين يعني يثير اهتمامهم هذا الموضوع هذا بحكم الأسعار، الوفرة، الاستيراد، هل تستورد يعني الخرفان من دول أجنبية، رومانيا حسب ما قيل، هل لا تستورد، كيف راح يكون السعر، راح تكون وفرة، أسئلة كثيرة تطرح في هذا الموضوع هذا. يا وطبعا الجزء الثاني سنخصصه للمستجدات في غزة، طبعا بعد ما هزمت المقاومة الكيان الصهيوني ميدانيا وعسكريا تهزمه الآن بالمفاوضات بعدما وافقت على يعني خطة الطريق وعلى وثيقة المفاوضات، يعني نتكلم على فصائل المقاومة المختلفة في انتظار رد الكيان الصهيوني اللي راه يتعنت ويقول يعني يهدد بالدخول إلى رفح. طبعا الموضوع نرجئه للجزء الثاني من البلاد اليوم. ضيفي في هذه الأمسية هو سيد بالقاسم مزروع، نائب رئيس فيدرالية الموالين الجزائريين. مرحبا بك سي بالقاسم، وشرفتنا بحضورك في قناة البلاد. أشكرك وأشكر قناتكم اللي أعطتنا هذا الفضاء لتنوير الرأي العام. الرأي العام الآن راه يشاهد فيك ويقول لك يا سي بالقاسم الكبش هذا العام راح نخلصوه 30% 40% أكثر من السنة الماضية، أنه الأسعار راح تبقى كالسنة الماضية، ربما كاين زيادة طفيفة، هل كاين استيراد ما كاش استيراد وغيره. خلينا نبدأ بالأسعار. يعني الأسعار كما رانا نشوفه فيها الآن من عيد الفطر اللي هنا في هذا الشهر، هذا الإشاعة تاع عيد تاع كبش رومانيا أثرت شوية على السوق، فيه انخفاض في السوق في الأسوام ب 25% على أسوام العام اللي فات. هذه الإشاعة فقط أثرت في الأسعار؟ هذه الإشاعة فقط أثرت في الأسعار؟ أثرت في الأسعار، لأن على مستوى رسمي ما كانش كاين حاجة يسموها استيراد أضحية العيد. طيب أضحية العيد ما كانش. ثانيا الأسعار دائما يتحكم فيها العرض والطلب، العرض والطلب. احنا دوك ما نقدروش نتنبأ بنهارين قبل العيد واش راح يصير. اما الان حاليا الاسواق مثلا سوق مشريه من كبار الاسواق، سوق بوقطب من كبار الاسواق، سوق سوقر، سوق عين الروميه بجلفه، سوق بحبح، البيرين، هذه الاسواق الكبرى هي اللي تعطي البورصه تاع الكباش في الجزائر. وكيف تتوقع انت يعني هذه السنه هذه، هل راح تكون الاسعار مرتفعه ولا انت قلت لي العرض والطلب؟ العرض والطلب هذه كيكون اقتصاد يعني قائم على اسس علميه دقيقه، احنا اقتصادنا العرض والطلب لا يحكمه يعني بالضروره العرض والطلب. الحقيقه كما قلت ما عدناش منهاج علمي نقولوا في التجاره تاعنا، التجاره تقريبا نشوف فيها خاصة في قطاع الماشية غير منظمة، لأن من هب ودب يدخل للتجارة هذه، ما كانش حاجة ضابط من الضوابط لي، ودائما في قفص الاتهام هو الموال، لأن في الحقيقة الموال ينتج ويربي ويسمن وتجي ناس واحدة أخرى. معليش خلينا قبل ما نجيو للناس الأخرى أستاذ مزروع، أنت قلت أنه الموال هو دائما في قفص الاتهام. ومن حقك الدافع عن الموال، ومن حقنا احنا كذا، ومن واجبنا ان ندافع عن الموال طبعا. هل انتم مع او ضد استيراد يعني الخرفان سواء الرومانيه او السودانيه او غيره، يعني الدول عندنا مع اتفاقات صحيه؟ يعني هو السنوات هذه الاخيره تراجعت القطعان في الجزائر، وقع التقهقر للشعبة تربية الماشية في الجزائر نتيجة عوامل. والحقيقة كاين نقص ملحوظ، اللي ينفي هذا النقص ينفي إنسان معناها عنده أغراض أخرى، هو النقص كاين. إذا كان هذا الاستيراد يجي اللي ما يضرش الموالين تاعنا، لأن احنا الموالين تاعنا هو رأس المال، ومهنة الماشية راها يتعيش حوالي 12 مليون في الولايات السهبية، عندنا تقريبا دوك 30 ولاية سهبية عايشة من هذا القطاع. إذا كان راح نستورد وننفع المستهلك تاعنا ونتعاونوا كمنتجين وك
كاستيراد معليش، اما نستورد بها نكسر الموال تاعنا هذه هنا علام استفهام معليش. طيب كيف يتم الاستيراد دون الاضرار بكم؟ عطينا وجهه نظر في عجاله. انا مدبيه ما نضركش، انا انت هو راس مالي، انا غدو هذاك الاجنبي يقول لي انا ما نبيعلكش خويا، عيد ما عيدش براسك. كيف في رايك اذا تم الاستيراد كيف يكون تكون العمليه بحيث لا يتم الاضرار بالموال، سواء الموال او المربي الصغير او غيره؟ هو لازم الوزاره الوصيه مع المهنيين خاصه الفيدراليه الوطنيه للمربين نتلاقاو ونتناقشوا حول، لان مشكل الاضاحي يقع لنا دائما في المدن الكبيره الساحليه مثل العاصمه العنابه وهران. نعم. اما في الولايات الداخليه ولا الولايات السهبيه وين راه انتاج الخروف ما عندناش مشكل. كيف ما عندكمش مشكل؟ معناه السعر ناقص ولا الوفره موجوده؟ نعم الوفره موجوده وناقص، مثلا اللي عيط في الجافه ماهوش كي اللي عيط في العاصمه. ايه السوق الجلفه فيها عده اسواق، هنا الجزائر ما فيها حتى سوق تاع مواشي، ما فيها سوق خضر و صحيح. إيه؟ مفهوم. إيه؟ نعم معك. ايه وفيها مثلا سكان كثافه سكانيه قويه يوقع فيها، وتلقى حتى الجزائر العاصمه في السنوات اللي فاتت الجزائر الشرقيه والجزائر الغربيه الاسوام تختلف من حي لحي، تختلف من بيع لبيع تختلف. طبعا انت تشري تمشي في حيدرة او تشريه في رغايه ولا ماهوش نفس ماهوش نفس نعم. السوم. اثنين الناس دائما نقولوا وجهه اصبع الاتهام للموالين، عمرهم الموالين اللي دخلوا العاصمه عمره اللي يخلي سامحني هنا راك تقول لي الموال ما يدخلش العاصمه، بمعنى انا من عند من راني نشري انا ولا هذاك تاع العاصمه ولا تاع وهرن؟ لانك تقول لي ما دخلش العاصمه حبي يقول ما دخلش الوهرن، ما دخلش عنابه، ما دخلش قسنطينه، ما دخلش. نعم. شكون اللي راهو يبيع لنا لينا؟ هذو هما الوسطاء اللي راهم دايرين لنا المشكل في المنظومه تاع تجاره الماشيه. سي بالقاسم كي تقول لي وسيط معذره، وسيط يعني شغل من حقه يكون يبيع ويشري تاجر، ياك تجاره حره في الجزائر. الوسيط الموسمي يا رجل. لان احنا هل ممنوع عليه ولا كيف؟ ما الذي منعكم من الدخول الى العاصمه؟ احنا شوف اقترحنا اقتراح عده سنوات وداروه عامين وبطلوا منه. اقترحنا اقتراح على الوزاره انها تدير فضاءات، واحنا الفيدراليه نعيطوا للموالين. في 2014 و15 درنا حوالي 30 فضاء وجاوا الموالين وباعوا هنا في العاصمه في قصر المعارض في باب الزوار في هنا في بير التوته في عده نقاط سموها نقاط الموالين. والبلديات جابت لهم الماء، المديريه العامه للامن وفرت لهم الامن والشرطه والحمايه. نعم. لكن هذه السنوات انا عندي شر وانا نتحدث على الموضوع هذا، لازم فضاءات للموالين باه يدخلوا قبل. يعني حاب تقول لي سي بالقاسم انه الموال ما يدخلش العاصمة إذا ما عندوش ضمانات والشروط هذه تاع الراحة تاعه، وين يخبي دراهمه، وين يبات، وين يغتسل، وين إذا ما عندوش ما يجيش. لا كاين ثلاث شروط ولا أربعة. تفضل واش هي الشروط؟ هو الأمن أولا، هو الأمن. أنا ما نعيطش الإنسان يجيب القطعان تاعه ويسرقهم له، والله يجي يدير دراهم ويديهم. نعم. شفنا في المره هذه اللي قلت لك السنتين 14 و16 جاوا الموالين، شفتهم في باب الزوار، شفتهم في قصر المعارض. نعم. الشرطه تديهم حتى البنكه. نعم. يفيرسي دراهم، شفت البلديه توفرت لهم الماء، شفت هنا الديوان الوطني للحبوب اعطاهم الشعير. هي عمليه معونه، جابوا له الشعير وجابوا له الماء وجابوا له الامن، هذا يسر عليه. مي قضيه المبيت والاكل هذيك لازم يصرف الروح. معليش ماشي مشكل، حتى حتى المبيت من حقه يبات في مكان يعني محترم. يبات مع قطعان ونورمال. هما موالفين برا وموالفين بهذه الميزيريه موالفين بها. هو المهم ما تبهدلوش العصابات. نعم. هذا الطلب. ولكن انت قلت لي قبل قليل سي بالقاسم انه هاد السنوات الاخيره يعني او السنتين او ثلاثه قلت بلي كاين نقص في
يعني القطعان تاعنا يعني الكبش عندنا في الجزائر تراجع لعدة أسباب. معليش دوك نوليو الأسباب هذه. أنت من جهة تقول لي كاين نقص، ومن جهة تقول بأنه إذا وفروا لنا نجيو على الشيء اللي موجود عندنا. يعني تجيو بالشيء الموجود. بالشيء الموجود هو كانوا الجزائريين عموما يعيدوا 6 ملايين. صح. ست العائلات الجزائرية 6 ملايين راس. نعم. هذه 6 ملايين في السنوات اللي فاتت. الآن تناقصت من جهتين. تناقصت من جهة القدرة الشرائية تاع المواطن، وتناقصت من جهة القطعان، لأن احنا راه ما عدناش، احنا راه لازم يعود عندنا على الأقل من 30 مليون راس ما فوق. باه نلحقوا نديروا هذه الشعائر الدينية، وجينا رمضان وجينا كذا، لازم يعد عندنا من 30 مليون لفوق. ورئيس الجمهورية قال أنه الماشية تاعنا لا تتجاوز 17 مليون، وقال ما عطيتوناش أرقام دقيقة إلى آخره. قال فإذا به لما داروا يعني الإحصائيات وكذا صاب 17 مليون. الآن ب 17 مليون هذه هل يكفي هذه السنة هذه باش نعيدوا شيخ؟ هي 17 المليون تخرج حوالي 4 ملايين كبش، لأن الكبش تاع هذا اللي راح نضحوه السنة هو تاع عام الأول، ما هوش إنتاج الأخرف تاع السنة. نعم. لأن كل عام عدوا إنتاجه، واللي إنتجناه السنة هو تاع العام الجاي. أما اللي راح نذبحوه السنة هو تاع العام الأول، تاع العام اللي فات. بمعنى أن تقول لي قلت لي 4 ملايين رأس. 4 ملايين رأس هذه واجدة حاضرة. هذه واجدة حاضرة أكل. والزوج ملايين اللي بقات تستورد ولا كيفاه نديروا لها؟ لا هي الحقيقة راحت هذه السنوات رجعت، قلت لك أسباب القدرة كانوا عاد أخرين ما يعيدوش. أول القدرة الشرائية شوية نعم ممسوس فيها المستهلك الجزائري، واثنين القطعان كذلك تراجعت، لأن احنا شايفين تغير في القطعان بتغير المناخ، هذا الجفاف والتصحر والغطاء النباتي هذا اللي راح مس هذه الشعبة تاع الأغنام. نعم. وبدرت تظهر من 2011، وهي بشوية بشوية اللي زادت أثرت فيها، لأن بانت خلاص هي بعد 2019 كي جاتنا الحمى القلاعية وطاعون صغار المشترات دا إنتاج هذاك العام. هذاك ظهرنا من 20، من 20 بدات العملية تبان. إيه احنا الشيء اللي نطلبوه إذا كان كاين استيراد، الجهات الوصية اللي هي الوزارة مع المهنيين نشوفوا نقعدوا نميزوا الباه الجزائريين يعيدوا عيد إن شاء الله فرحانين، وكل ما كانش إنسان اللي تكون كاينة حاجة. وإحنا في المنظومة نتاعنا كمولين وكمهنيين لازم عدد السكان يساوي عدد القطعان، لازم كل مواطن جزائري يعود عدو راس. إذا كان رانا 40 مليون لازم يعود عندنا 40 مليون راس، باهية كل الحم قد لنا. حتى بأمور علمية دي أعطاتها لنا الفاو المنظمة العالمية للتغذية. نعم. الجزائر رانا مش ناكلوا في 11 كيلو سنويا الحم. نعم. وهو من المفروض عالميا وصحيا يأكل 25 كيلو الحم. 25 كيلو لازم الإنسان، كل إنسان براس، هذا يكون عندنا اللحم متوفر والماشية متوفرة والعيد متوفر. ولما تقول سي بالقاسم، لما تقول أنه 4 ملايين راهي جاهزة، طيب وبعد العيد الأضحى يعني اللي المؤسسات الشركات اللي عندها تعاقدات السوق وش حين تذبحوا؟ يعني فرحين تمولوا السوق، يبداو في التعسنة. هذا هو اللي يبدا، لان احنا الشيء اللي نذبحوه هو اللي عنده عام والله فايت العام، هو اللي تقريبا فايت العام من 14 شهر حتى ال 24 شهر، هذا اللي راه يذبح بالاضحيه تاع العيد. ويعرفوه الناس، يقول لك السني معناها 14 شهر، ارباع معناها 24 شهر. يعني ما راحش يكون مشكل في تموين السوق بعد عيد الاضحى اذا كان لم نستورد وذبحنا هذا 4 ملايين راس اللي راك تقول. هو شوف على كمية الاستهلاك، إذا كان المواطن الجزائري راح يستهلك 20 كيلو يكون عندنا النقص، لأن المواطن الجزائري الآن ما هوش يأكل في اللحم، والأمور متداخلة ما بين نقص الماشية وما بين القدرة الشرائية.
ولكن القدرة الشرائية شيخة، وكاين زيادات في الأجور، كاين ارتفاع الدينار مقارنة بالدولار، بالدولار يعني كاين قدرة شرائية في الجزائر يعني بدأت تتحسن. فالتوقع أنه كثير من الجزائريين راح يضحيوا هذه السنة هذه. السؤال الذي يطرح ماذا بينا احنا بشحال راح يضحي؟ أعطيني أنا بخمس ملايين هل نقدر نضحي؟ بستة نقدر نضحي؟ قول لي بشحال نقدر نضحي هذا العام؟ هو المتوسط خمس ملايين. خمس ملايين؟ إيه، كاين ما أكثر من خمس ملايين وكاين ما أقل من خمس ملايين. لأن سامحني راح أستاذ بالقاسم راك سامحني راك تقدم شهادة وأنا أنا أثق في شهادتك والمواطن يقدم يسمع فينا. نعم، ما أي شهادة أمام الله. قلت بأنه بخمس ملايين يقدر يضحي وقل يقدر يضحي. يقدر يضحي وأكثر يقدر يضحي. أكثر باينة. إيه أكثر يقدر يضحي، لأن على حساب المناطق عندنا في الجزائر كاين اللي يضحي الخروف، كاين اللي يضحي مثل المعز، كاين اللي يضحي مرات الأنثى. هذه كل كاينة، كاين اللي يضحي الجمال، كاين اللي يضحي مثلا الأبقار. ولكن عموما في ثقافتنا نحكي لك في العواصم الكبرى يعني نضحيوا إما بالبقري ولا بالخروف يعني. نعم، بالبقري ولا الخروف. هي هذه هي. وعندنا مناطق يضحوا المعز. إيه أكيد، ولكن حاجة قليلة يعني. ولايات ياسر عندنا تضحي المعز. عندنا مثلا بجاية. بجاية أكثريتهم عندنا الريس في بيتنا أكثريتهم يضحيوا بالمعز. إيه عندنا جهتنا. بمعنى أنه هذا السنة راح خمس ملايين تقدر تضحي. هذا المتوسط. متوسط إيه. نعم قادر يكون ما أكثر. أكيد لأن الأضحية ما لازمش إنسان يخزر حاجة تاع 12 مليون ويقول أعطوها لي بخمس ملايين، لأن الحساب عند التجار وعند الموالين هو قدش فيه كيلو لحم. إذا كان راح تشريه أنت في 50 كيلو لحم. نعم 50 كيلو لحم الآن على الأقل كيلو لحم عندنا في الجزائر هو 200. نعم هذا راه ب 10 ملايين. تاع 5 ملايين راه فيه 25 كيلو ولا 26 كيلو. على حساب العائلة اللي واش رايح يدي هذا الإنسان. هذا اللي يديه ياكل وشرب إيه؟ ولكن اللي يديه يضحي به تضحية لله سبحانه وتعالى. ما يدخلش في الحسابات تاع اللحم وكذا. لا لا احنا السوق انت تدخل في الحساب تاع اللحم. السوق كيفاه تلقى الاسوان في السوق كيفاه حتى تلقى. طيب الان انت قبل قليل سي بالقاسم اثرت واحد المساله، قلت الوساطه. الوساطه هل هذا الوساطة هذو ما رايحين يزيدوا في الأسعار ولا ما يزيدوش؟ راح تكون كاين وساطة ولا كاين مضاربة ولا ما كاش هذا العام كذلك؟ الأخ سلطان يقولوا في شعبة تربية الماشية تتقسم إلى ثلث أصناف. الصنف الأول اللي هما اللي يقولوهم الموالين، هذون عندهم النعجة الأنثى وينتجوا خروف. من بعد جي فئة واحدة أخرى اللي يسموهم احنا القراسين، يخدموا التسمين. نعم. وهذون شركاء مع الموالين، مش خارجين من الشعبة تاعنا احنا. هذا يشري خروف عمره 6 أشهر ويسهر معاه 6 أشهر او اكثر. هذون راهم في الشعبة. اثنين كاينين التجار عندنا اللي يوزعوا على عبر العام، يخدموا الأضحية تاع العيد ويخدموا اللحوم الحمراء للشركات، للجيش الشعبي الوطني، للسبيطار. نعم. على العام خدامين. احنا الوسطاء اللي يديرون القلق للمواطنين وللموالين هم الموسميين. نعم. اولا يجي فاسد السوق حاجه ما يعرفهاش ويجي يعطي سومه ماهيش نتاع حقل. يعني يمد داخل يمد سومه اكثر اكثر اكثر، يجوا داخلين يمدوا اسوام اخرى. اثنين كاين فيها تبييض الاموال، كاين فيها الدراهم العصابات. تدخل هذه الاشياء كلها كاينه موجود مرات، حتى فرصه المزورين الاوراق النقديه المزوره في العيد تكون كاينه في الاسواق. نعم هذا الان انا ما بقاليش كثير من الوقت سي بالقاسم، بقاتنا دقيقه او دقيقتين. السؤال الذي يطرح، واش تقترحوا انتم باش المواطن الجزائري يعيد بالصحه ولهنا يعني بشي اللي يعني يعيد مهني يعني ما يخمم على الاسعار ما يخممش على. انا نقترح لان الاشكال راه في المدن الساحليه الكبرى. نعم. لانها مش منطقه انتاج الخروف. انا ما نديرش العاصمه كما الجلفه.
احنا ما نديرش العاصمه مثل الجلفه، نعم، ولا ندير النعامه مثل وهران، نعم، ولا ندير العاتر مثل عنابه، نعم. هذه المدن لازم تكون فيها فضاءات منظمتها لوزاره التجاره ووزاره الفلاحه مع المهنيين، مع الغرفة الفلاحية، مع الفيدرالية الوطنية، ونجيبوه للموال مباشرة يبيع للمواطن، لا وسيط ولا كذا. هذون لازمهم يدخلوا. قادرين عليها أنتم هذه؟ احنا قادرين عليها ودرناها. التجربة هذه درناها سنوات اللي فاتت، اللي فاتت هذا ما كان درناها. وكاين حاجة مهمة جدا، هو أنه أنا ما نعيدش لسي، أنا أتكلم على نفسي محمد سلطاني، ما نعيدش لسي بالقاسم مزروع ليلة العيد ولا يعني كي قرب العيد بشهر، نعيد له على دوام العام يعني إن شاء الله، ونسقسي عليه وقال المهنة راهي لاباس ومليحة ونعاونك وكذا إلى آخره. يعني حبيت نقول أنه ينبغي أن نهتم بالموال و شوف، احنا لازم الوزارة الوصية تهتم بالشق الحيواني خاصة شعبة الأغنام، لأن شعبة الأغنام مستحيل الشعب الجزائري يستغني على الشعائر تاعو الدينية، ومستحيل أنه ما يأكلش اللحم. وإحنا مادام كاينين منتجين، ماناش رايحين نحل هذو المنتجين وندير شعب مستهلك. مادام أنا عندي أرض سهبية فيها 30 مليون هكتار موزعة على 30 ولاية، عندي موالين ماني راح نكونهم، ماني راح نقريهم، ما والو، هما اللي يخدموا. عندي خمس سلالات من احسن السلالات في العالم. الان اللي يخصني زوج حوايج، منظومه قانونيه والعولمه. احنا راه مازال الموال تاعنا مازال عايش في قيطون يسموه انطونت. صحيح، وهذه سي بلقاسم كان رئيس الجمهوريه تكلم عليها عموما، قال بانه ينبغي أن نرتقي بمهنة الفلاحة والزراعة وتربية المواشي وغيره، نرتقي بها يعني من ناحية العلمية، ما نبقاوش في هذيك الطريقة التقليدية الاجتماعية هذيك، لازم نرتقي، لأنه الأمور العلمية دخلت في على الخط. نشكرك سي بلقاسم، نتمنى أنه صح بخمس ملايين نعيدوا هذا العام أو أقل المتوسط. نتمنى 5 ملايين، أتمنى ذلك، ربي يبارك فيك. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل فلا تذهبوا بعيد.